هابي نيو يير. اتفضلوا يا صحابي يا حلوين. مايكل صديقي عامل ايه؟ بابا نويل ازيك، اهلا بيك. فرحانين جدا جدا بيك. انت تمام؟ تمام، بس كالعاده عايزني شنطتي الهديه. عارف الموضوع ده صعب جدا عليك. طب ممكن اطلب طلب؟ ايه دلوقتي؟ قعدني الاول وبعد كده نزل الهدايا. طيب انا عارف الموضوع مرهق عليك جدا، خطير، موضوع صعب جدا. هنقعد هننزل اتنين يلا بقى على مهلك كده. والهدايا ده بقى ده مشقة تانية. انا هقع منك. ما تسيبها. ايوه عظيم يا بابا نويل، عظيم عظيم. اتفضل واصحابي اتفضلوا. اتفضلوا يا اولاد، انتوا قاعدين انتوا واقفين ليه؟ اهلا بيك يا بابا نويل، واهلا كل اصحابنا بحلقه جديده من حلقات بابا نويل في الكريسماس. ودايما بنقول في المقدمه بتاعتنا اللي احنا بنفرح جدا بيها مع سانتا او بابا نويل اللي بيشرفنا وبيفرحنا بالملابس المبهجه والالوان الجميله اللي دايما بيجي لنا بيها، وطبعا بال هدايا. طبعا طبعا اساس كل حاجه. بقى دي تقيله وكانت صعبه جدا في النزول جنبي بتاعها. طبعا بس طبعا في الاخر بنفرح ان هي تقيله ومليانه هدايا. يا بابا نويل اكيد هتفرحنا ازاي النهارده يا بابا نويل؟ بحاجات كتيره قوي قوي، منها جالي كذا سؤال وقالوا لي يا بابا نويل ايه الحاجات البيضه اللي بتبقى على شجره الكريسماس. قعدت كده افكر فكرتني بوقت جميل جدا جدا. الحاجات البيضة دي هو تلج بيبقى موجود في الشجر، لأن بابا يسوع اتولد في عز الساعة والجو كان متلج خالص خالص، وكان صعب جدا جدا، كان الدنيا كلها مطر والدنيا كلها ساقعة. فاحنا أول ما نشوف شجرة الكريسماس موجود فيها إيه؟ تلج، نفتكر على طول رب المجد يسوع لما كان طفل صغير وقت ايه ميلاده وكان الجو صقع خالص خالص. نشكره ونحمده على كل حاجة بيدهلنا وعلى هدومنا كمان، وان احنا بنستحمل ايه السقعة وبيجيب لنا هدوم وحاجات حلوة كتير. ظروف كتير كانت صعبة قوي في ميلاد بابا يسوع يا بابا نويل، يعني غير البرد كمان المكان اللي اتولد فيه، العشة الصغيرة أو المزود الصغير، ويتقال كده في الترنيمة المزود الحقير، لأن فعلا كان حاجة قليلة قوي على ملك الملوك رب الأرباب إنه فعلا يتولد بالشكل ده. بالقساوة دي والصعوبة دي. فالحقيقة طبعا كل حاجة في المزود زي البرد اللي بابا نويل اتأمل لنا فيه النهاردة، وكل حاجة حوالين كمان المكان كانت صعبة جدا، وممكن نتكلم عليها حلقة كاملة. ده حقيقة. طيب جاهز يا مايكل وكل أصحاب اللي معايا في الاستوديو وكمان اللي بيتفرجوا علينا يسمعوا الحكاية؟ يلا ده احنا مستعدين ومستنيينك يا بابا نويل نسمع حكاية النهاردة. جاهزين يا أصحابي؟ جاهزين. أوكي وأنا كمان جاهز، بس حابب يا مايكل أسألك سؤال، إيه مثلا أكتر أكلة ما بتحبهاش شوية؟ ما بحبهاش؟ صعب قوي دي يا بابا. الحقيقه بحب اكل كتير كله، بس يعني مثلا بحب الاكل عامه. طب ممكن نسال صحابنا بقى، انا مش لاقي حاجه في دماغي الحقيقه يا بابا نويل. ممكن ايه يا صحابي اكتر اكله مش بتحبوها مثلا؟ مثلا يعني انا عارف انه كله جميل. الخضار مثلا، الفاكهه ولا الخضار اكتر؟ بيحبوا كل حاجه برضه، كل حاجه. ده كلنا بناكل اي حاجه. القلقاس مثلا او كده. يعني اوكي، قصتنا يا مايكل وكل أصحاب اللي بيسمعونا بتتكلم عن راجل ما بيحبش حياته خالص. الله، متذمر كده دايما في كل حاجة. في الأكل يقول لأ الأكل ده وحش، في الشرب يقول برضو لأ مش عايز الحاجة دي، أنا عايز أشرب حاجة تانية. كمان في الهدوم متذمر كل حاجة، ودايما كده يبص على حاجة غيره بطريقة ايه مش كويسة. دي حاجة حلوة ولا وحشة يا أصحابي؟ وحشة. وحشة جدا جدا ان احنا نبص على حاجة غيرنا. وفي مرة الراجل ده صحي الصبح بدري، قرر ان هو يروح الشغل، وطبعا ابتدى يلبس كل هدومه وابتدى ايه هوب يركب الباص بتاع الايه اللي هيودي الشغل. وفجأة كده لقى بنوتة قاعدة ابتسامتها جميلة جدا جدا، ما بتفرقش وشها خالص خالص. بص لها كده برضو بطريقة مش كويسة، شافها ان هي دايما ايه مبتسمة على طول. وفجأة كده وهي قاعدة هوب في حاجة وقعت من ايديها. بيبص كده عليها الراجل وهي بتوطي عشان تجيب الحاجة اللي وقعت من ايديها،
لقاها بتجيب عصاية عكاز عامل زي ده بتتسند عليه، لأن اكتشف الراجل إن عندها رجل كويسة ورجل تعبانة. طبعاً كانت حاجة مؤلمة جداً، ورغم كده كانت البنوتة الحلوة دي ابتسامتها على وشها ما تفرقش وشها أبداً أبداً. نزل الراجل من الباص وراح كده يشتري حاجات من المكتبة، إلام وكشاكيل وكراريس كده عشان خاطر الشغل بتاعه. وهو بيدي اللي كان موجود في المكتبة الفلوس، اللي موجود في المكتبة ما مدش إيده، قال له يا عم خد الفلوس أهي، مد إيدك وخد الفلوس أنا سايبها لك. برضو اللي مسؤول على المكتبة ما مدش إيده وأخد الفلوس. فالراجل اللي هو متذمر كده كل شوية قال له الفلوس أنا سايبها لك، مش عايز تاخدها ليه؟ فالراجل استغرب جدا، بص كده على صاحب المكتبة على إيده الناحية دي وإيده الناحية دي، وللأسف اكتشف إنه هو من غير إيه؟ إيدين. ياه كانت موضوع صعب جدا جدا إن يشوف بنوتة ابتسامتها دايما على وشها لكن رجليها تعباها، وإن كمان يشوف الراجل اللي موجود في المكتبة من غير إيدين خالص خالص، وبرضه كان ابتسامته على وشه مش بتفارق الناس الحلوة دي خالص. ومش شوية أخينا حبة حبة شوية بشوية شوية بشوية لحد ما لقى مجموعة كده من الناس والأطفال الصغيرين عمالين يتكلموا مع بعض، لكن شاف ولد تاني قاعد كده إيه على جنب ما بيتكلمش خالص معاهم. فاستغرب كده وهم بيحاولوا يكلموه ما كانش برضه عايز يتكلم، ولما سأل الراجل اللي هو متذمر على كل حاجة اكتشف حاجة مهمة جدا، إن الولد الصغير برضه ولا بيسمع ولا بيتكلم كمان. ياه الراجل استغرب جدا جدا وقال ايه يا رب ده؟ ايه الدرس العظيم اللي انت عايز تعلمهوني ده؟ شفت بنوتة رجليها وجعاها وابتسامتها على وشها، شفت كمان الراجل اللي في المكتبة ما عندهوش ايدين وبرضه ابتسامته على وشه، وشفت طفل جميل موجود كده على جنب ما عندهوش حد بيكلمه ولا اصدقائه، هو ما بيتكلمش وكمان ما بيسمعش. الراجل اخينا وقف كده ويقول يا رب يا رب يسوع انا اسف، سامحني انا كنت غلطان، انا كنت متذمر على كل حاجة، لكن انا اوعدك يا رب مش هتذمر كده تاني، وهشكرك على كل حاجة، هشكرك على حياتي وعلى لبسي وعلى أكلي وعلى شربي وعلى كل حاجة، أنت عظيم يا رب يسوع. ومشي أخينا وتعلم درس جميل جدا إن هو يبقى راضي على عيشته أي كانت إيه. وإحنا كمان يا صحابي أي أكل ماما تقدم لنا أو شرب أو لبس أو أي حاجة نشكرها ونشكر ربنا ونشكر بابا ونقول لهم كتر خيركم لأنكم تعبتوا معانا، كتر خيركم لأنكم إيه؟ تعبتوا معانا. ودي كانت قصتنا يا مايكل النهاردة. جميلة جدا يا بابا نويل، جميلة ومليانة بالشكر كمان، حلو نقدر كل حاجة عندنا ونشكر ربنا عليها، وكمان مهم قوي نقدر النعمه والرضا برضو، دي صفه من الصفات المهمه قوي. ده حقيقه بابا نويل، انا بحب قوي الاطفال طبعا، وعارف ان انت بتحبهم اكتر مني كمان، ومحضر لهم هدايا، محضر لهم كمان هدايا، بس انا النهارده محضر لك مفاجاه، ومحضر لهم هم الحقيقه المفاجاه الاكبر فعلا. احنا عايزين نلعبهم النهارده وجايبين لهم مفاجاه حلوه خالص. عارف جايبين لهم مين؟ حلو قوي. مين؟ شيكو. واو شيكو، بس لازم ننده عليه نقول له ايه يا اولاد؟ شيكو. اوه شيكو، بص هو جايته كده فيها صوت جامد. شيكو يا شيكو، بص يلا نقول قصيرة. شيكو 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 الله 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 الله، شيكو بص بيخش يغرقنا بقى وهيبهدل ثلج الميلاد. اهلا شيكو. ازيك يا انكل مايكل، انت وحشنا جدا يا شيكو، بنستناك كده عشان تبسط صحابنا اللي معانا النهارده.
ازيك يا شيكو؟ عامل ايه؟ ازيك يا بابا؟ طبعا بالون كتير، عايز اساعدك يا شيكو. وجودك بيفرحنا كتير. ايه ده البالون ده كله؟ ايه البالون ده كله يا شيكو؟ كل دوت عشان اصحابي. انت هتلعب كل اصحابنا دول؟ اه. طب شيكو ممكن تيجي هنا جنبنا عشان نسمعك ونشوفك؟ يعني يا شيكو عايز تقول لي ان عندي انا الهدايا وعندك انت البلالين؟ انا عندي بلالين كتير قوي قوي قوي. اوه، عايزيني اقول لاصحابي ازيكو؟ سلموا على شيكو يا جماعة. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب يا شيكو. شيكو هتعمل ايه بقى؟ يعني عرفنا كده انت بتعمل ايه؟ انا شايف كمان انت كلاون كده وشكلك امور وجميل. شكرا شكرا شكرا. بس انت جاي تبسط صحابنا، هتبسطهم ازاي؟ هقول لك يا انكل مايكل. قول لي. فضلت افكر كده وقلت لازم اختار حاجة من قصة الميلاد. واو. دي حاجة جميلة عشان الوقت ده فعلا كلنا بنختار حاجات عن الميلاد. طيب فضلت افكر برضو ان انا اختار ايه من ميلاد دي كلها، ده في حاجات كتيره قوي. طبعا انت اخترت حاجه من ميلاد. احنا كل يوم بنختار حاجه يا شيكو نقعد نتكلم عليها ونتامل. اوه الله. طبعا ساتر يا انكل مايكل، مليان حاجات كتير ورموز كتير خالص. وبابا نويل. انا بستنى من السنه للسنه عشان اقعد مع اصحابي واشوفك كمان يا شيكو يا جميل. ساتر يا بابا نويل. ساتر. ايه ده؟ والحكايه دي انا بقى فضلت افكر كمان عشان معايا البلالين الكتيره دي قوي. فضلت اختار اخترت حاجه كلنا شايفينها صغيره خالص، وكمان البلالين دي عملنا نجمه حلوه خالص. تيجوا نشوفها يا انكل مايكل؟ طبعا نشوفها يا اولاد. عايزين نشوفوها؟ عايزين نشوفوها يا شيكو. هتعمل لنا نجمه؟ الله يا شيكو شكلها خطير. حلوه. كل البلالين دي عملنا بلالين كتيرة 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 عشان أصحابنا، كمان كل واحد هياخد نجمة. بس عايزين نتعلم حاجة يا أنكل مايكل. يا بابا نويل. طبعا اتفضل. النجمة دي نورت لناس كتيرة قوي، أصحابنا كمان ممكن ينوروا في حاجات كتيرة قوي. تيجوا نعرف؟ نعرف. ممكن؟ يلا نعرف؟ طبعا اتفضل. أصحابي ممكن يساعدوا ماما وبابا في البيت. واو حلوة قوي. طبعا. صح؟ هما شايفيننا صغننين، بس احنا ممكن نقدر نعمل حاجات حلوة قوي قوي قوي. صح يا انكل مايكل؟ صح يا شيكو. صح يا بابا نويل؟ طبعا طبعا، دي حاجة جميلة قوي. وكمان ممكن يخلوا عندهم شوية أمانة في المذاكرة وفي اللعب. مطلوبة. عندهم شوية أمانة، ازاي بقى يبقى عندهم أمانة يا شيكو؟ فهمينا يا شيكو، احنا مش فاهمين حاجة. يعني ماما أول ما تقول لنا وقت المذاكرة يبقى وقت المذاكرة، وقت اللعب يبقى وقت اللعب، نلعب ونتبسط. حلوه قوي الفكره ديت. طبعا موافقين يا شيكو. خلاص يبقى كده احنا نبقى عاملين زي النجوم اللي بننور، ونبقى عندنا كل الصفات الحلوه، وعندنا حاجات حلوه كثيره كثيره كثيره. طبعا ما نشتمش ما نحلفش، ونبقى شطار عشان احنا اولاد ربنا. صح يا شيكو. ايوه. واحد بقى هياخد نجمه. انت عامله نجمه لكل واحد يا شيكو؟ طبعا. انا وبابا نويل؟ طبعا. طب انا عايز نجمه. طب ندي اصحابنا؟ انا عايز اقول لك يا شيكو، في وقتي ما كانش فيه البلالين الحلوه دي، بس انا بشكرك عشان هتلاعبني معاك. شكرا شكرا شكرا. اخد ايه؟ ديت. الله. ندي اصحابنا؟ دي حلوه قوي قوي. يلا 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 يا مايكل. بص حلوه بصراحه، نجمه جميله. اصحابي هتعملوا زي النجمه كده بالظبط؟ عارف شيكو يقول لنا هتعملوا زي النجمه بالظبط يا اصحابي؟ اه، النجوم حلوه قوي بالبالون. عايزين نتعلم بقى نعمل شويه حاجات بالبالون. شفت يا عمو انكل مايكل شايف النجمه خالص؟ ايوه، دي نجوم جميله بالوان مختلفه. شيكو عاملها لنا النهارده، عاملها لكل اصحابنا. الله يا شيكو، نجوم كتير كده، كل اصحابنا هينوروا، كل واحد ماسك النجمه بتاعته ينور بيها. وانا انور كمان. خلصنا لشيكو نجومه. هو شاطر، جايب مع حاجته وعايز يفرح كل اصحابي. حاجه جميله. غريب برضو موضوع البالون ده يا بابا نويل، يتعمل بيه اشكال كتير خالص. تعالى بيه نجمه. خلاص كده يا انكل مايكل. الله، ثواني مايكل ما خدش. حاضر. هتعمل لي واحده؟ هنعمل. انا عشان بحبه هديله البالونه بتاعتي، قلبي كله محبه. اتفضل يا مايكل.
ميرسي يا بابا نويل، بس انت على طول بتدينا هدايا. طبعا لا معلش، النجم بتاعك الجوني. انت حبيبي وانا بحبك وهاجي لك لحد عندك، ما عنديش مشكله. لا خليك يا بابا نويل. ميرسي يا بابا نويل، الحقيقه نجمتك جميله خالص، وانا مبسوط ان يبقى عندي نجمه انا كمان عشان انور زي اصحابي. كل واحد يرفع نجمته لفوق. بنشكر شيكو قوي قوي قوي. ودلوقتي معانا فاصل صغير، نطلع فاصل نرجع لكم حالا مره ثانيه، اوعوا تروحوا بعيد. رجعنا لكم تاني يا صحابي، ولسه مستمرين فقراتنا الجميلة الحلوة جدا اللي بتفرح كل قلوبنا الحلوين. قولي كده يا مايكل، سمعت كده في الفاصل انك انت محضر لنا حاجة قوية جدا جدا جدا، حقيقي الكلام ده؟ حاجة خطيرة يا بابا نويل، أنا عايز أقول لك إن الخطورة بتاعتها أيوة ما كانش نفسي أقدمها لأن أنا شخصيا اتعقدت منها. للدرجة حاجة صعبة جدا خطيرة. عندنا الحقيقة بنتين جمال وخطار، إخوات، ماريلا
هتقول لي صوت وسيلينا. اه مارين ماريا ماريلا وسيلينا. ماريلا وسيلينا. بص كده يا بابا نويل جنبك. اوه ماريلا وسيلينا. اهلا اصحابي الحلوين. ماريلا الكبيره ماريلا وسيلينا الصغنونه. الحقيقه الاثنين بنتين خطار وجمال، هم اخوات. ايوه وعقدوني في الفاصل الحقيقه وشفنا لوحات بتاعتهم وحطيناها في الاستوديو. هنحاول كده نوري برضو صحابنا اللي بيتفرجوا علينا اللوحات دي عامله ازاي، عشان هي الحقيقه لوحات مختلفه مميزه، وهي يعني فيها مهنيه وحرفيه بروفيشنال بزياده يا بابا نويل. زي ما انت شايف فعلاً. دي مش لوحات عاديه، مش حد كده بيرسم رسم كده عشوائي او رسم اطفال، لا ده رسم مختلف خالص والوان مختلفه خالص. اختيار طبعا للرسم زي ما انت شايف. خلينا نتعرف عليهم. الحقيقه اول حاجه نتعرف عليهم، انا بس كان نفسي اقول المقدمه الكبيره دي لان انا اتفاجئت بالجمال اللوحات. خلينا نعرف كده منهم ايه اللي حصل، يعني طبعا ازاي عملوا الكلام ده. الاول نتكلم مع ماريلا. ماريلا الكبيره صح كده يا ماريلا؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين. وسيلينا عندك كام سنه؟ دي على المايك كده. 7. 7 عندها 7 سنين. 10 سنين و7 سنين تيزة. ماريلا وسيلينا، بالتالي العمر مهم قوي على طبعاً. على الاداء ده والتميز في الصور واللوحات دي، السن ده كان حاجه مهمه قوي نعرفها. ماريلا عرفينا ازاي وصلتوا للمستوى ده من الرسم؟ انا من وانا صغيره كنت برسم ارسام حلوه، فبابايا دخلني فانتازي اكاديمي، اكاديميه للتعليم بتاع التعليم، فبدات ارسم على ورق، وبعدين اول مره رسمت فيها كانفاس رسمت حلو، فبقى الميس بدات تعلمني اكتر على الكانفاس. وانا بيتهيالي ان صعب جدا كانت سيلينا توصل المستوى ده من غير ما ماريلا فعلا تبقى بتشجعها. طبعا يعني اكيد انت ما كانش مستواكي كده وانت قد سيلينا، صح يا ماريلا؟ اكيد انا متخيل كده، دايما الاولاد او الاخوات بيشجعوا بعض، الصغير كده كبر اسرع من الطبيعي. حس فني بقى كده مايك صح يا سيلينا. شجعتك ماريلا قوي، هي اللي خليتك ترسمي الرسم الحلو ده، ولا انت غيرتي منها كده فبقيتي شطوره؟ لا انا غيرت منها. مش سامع صوتك. عرفتي منها شجعتها. ايوه علي صوتك كده. ماريلا احكي لنا طبعا الرسم بتاعك ده، ايه الالوان، ايه الخامات اللي مستخدمه في الالوان ده اللي انا برسم عليه؟ اول حاجه احنا عايزين نعرف ان طبعا اللوحات اللي بره دي، يعني اللي هي في النص البنت الماسكه كمانجا دي كده، لوحات ماريلا صح كده؟ وسيلينا يمكن اللوحات اللي عندي اللي ورايا على طول، هما الاربع او الاربع لوحات اللي ورايا دول. دول كده اللوحات اللي طالعه على الشاشه دي بتاعت ماريلا البنت الكبيره، الاخت الكبيره الشطوره. كل ده اللي احنا شفناه. اللوحات التانية هتكون بتاعة سيلينا. ماريلا احكي لي بقى ايه، معلش تاني نتكلم على الخامات المستخدمة في اللوح بتاعتك. اللي انا برسم عليه نفسه كانفاس، والالوان اكليريك، وساعات برسم بسكينة الوان او ساعات برسم بفرشة. فرشة وسكينة الوان، وده نوع من الرسم. هل ممكن نستخدم ادوات تانية وخامات تانية خالص، بس انتوا اخترتوا النوع ده بالتحديد، اشمعنى النوع ده او الشكل ده من الالوان؟ هو الكانفاس بيبقى لازم عليه الاكليريك بس. اوكي، بس انت حابه الشكل ده الاكليريك؟ انا حابه الشكل ده. اوكي، واخد بالك يا مايكل، فاهمه وبتتكلم بثقه. طبعا بتشرح لنا كل حاجه بسلاسه. لا ده احنا هنعمل معرض قريب. أيوة. الكلام ده كله يتعمل له معارض. انا اشتريت. احنا اشترينا خلاص. شطار خالص، عايز احييكم جدا واسقف لكم جامد قوي قوي انا واصحابي. برافو. وعايز الحقيقه كمان احيي ماما وبابا بتوع سيلينا وبتوع ماريلا، عشان هم اللي شجعوا الموهبه دي ان هي تكبر وتوصل للاداء الجميل والراقي ده اللي احنا شايفينه النهارده، ونستضيفهم زي الحلقه بتاعتنا، وبتهيألي هيكون لينا لقاءات معاكم تانيه كتير خالص. ميرسي خالص ليكم، واشكركم مره تانيه، ونتقابلكم مره تانيه جامد قوي 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 قوي. نحييكم. ميرسي خالص يا ماريلا، ميرسي خالص يا سيلينا، اتفضلوا اقعدوا مكانكم تاني، بشكركم. طبعا في حاجات بتتكلم عن نفسها، ما فيش حاجه نتكلم او نقولها اكتر من احنا نوري اللوحات بتاعتنا لاصدقائنا يغيروا ويعملوا زيهم، عشان لاي حد عنده موهبه رسم بصوا ان احنا ننمي الموهبه ممكن نوصل لايه. طبعا رائع جدا، شكرا يا بابا وشكرا يا ماما على كل التعليم اللي انتوا علمتوهم لاولادكم، ولازم فعلا نهتم باولادنا وبكل المواهب اللي عندهم. قول لي كده مايكل، عندك حاجه محضر لنا تاني زي حلوه؟ زي ما بنشوف مواهب حلوه وجميله وراقيه زي ما قلنا كده على سيلينا وماريلا. أيوة. كمان عندنا مسابقات ومعلومات كتيره وجميله ممكن نتعرف بيها النهارده مع اصحابنا. ممكن نختار متسابق يا بابا نويل؟ طبعا ممكن نختار اسم متسابق، والاسم المتسابق معانا هو ايريني هاني. تعالى بقى نشجع ايريني هاني. اتفضلي يا ايريني مع نجمتها. ها يا بابا نويل، اتفضلي اقعدي مكانك وعرفينا عرفينا بنفسك يا ايريني. اسمي ايريني هاني.
اقعدي كويس كده. ايوه رست الكرسي، برافو عليك. ارفع المايك، كل حاجه بصوت عالي في المايك. قولي لي انت ايريني عندك كام سنه؟ عندي 11. عندك 11 سنه، في سنه كام؟ 6. سنه 6. شطوره في المدرسه؟ اه. وبتحضري مدرسه احد؟ يعني عندنا معلومات كده هتبقى هنا وهنا. هي لما كنت بحضرها في الاول، بس لما كانت اتقفلت فما عرفتش احضرها، تعطلنا شويه. فهي كانت يوم الخميس، وكانت في وقت انا ما كانش مناسب ليا، فكنتش ينفع اروحها. معلش. حلو خالص، احنا بنستفيد من هنا ومن هنا وحسب الظروف اللي بتسمح. إيريني عندنا مجموعات من الاسئله، ممكن الاول نشرح بسرعه اللعبه بتاعتنا؟ اللعبه بتاعتنا هي عباره عن مجموعات من الاسئله، 6 مجموعات اسئله، وهم الايات، جغرافيا وتاريخ، علوم، معلومات عامه، طقس وكتاب مقدس، شخصيات ومهن. دي 6 مجموعات بتاعتنا، انت هتختاري النهارده 3 منهم. اول مجموعه تختاريها لنا هي ايه من الثلاثه؟ الايات. الايات دي اول مجموعه من 3 مجاميع هتختارها لنا النهارده إيريني. والحقيقه في وسائل مساعده برضو عايز افكرك بيها، في وسائل مساعده هم 4. اول حاجه نغير واحده من الاختيارات بتاعتنا، او انا اسف نحذف واحده من الاختيارات. تاني حاجه ممكن نغير السؤال خالص. تالت حاجه نتصل بصديق. رابع حاجه نحكم عليكي. جاهزه؟ جاهزه. احنا اخترنا اول مجموعه قلنا الايات، صح يا إيريني؟ ايات. يلا بينا نسال اول سؤال إيريني، واول ايه هتكمله لنا بيقول. الايه بتقول انا هو نقط الصالح، الراعي السامدي الصالح، الراعي الصالح، المعين الصالح. الراعي. انا هو الراعي الصالح، طبعا ايه عارفينها وحافظينها واجابتك صح. تعالوا نسقف جامد جدا لإيريني، بشكرك. برافو إيريني. أنا هو الراعي الصالح، ودي واحدة من الصفات اللي بابا يسوع بيوصف نفسه بيها، أنا هو الراعي الصالح، موجودة في يوحنا 10 وآية 11. الآية الثانية نسمعها؟ يلا بينا. السؤال الثاني بيقول باركي يا نقط الرب ولا تنسي كل حسناته، لا باركي يا قوتي يا ابنتي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. 30 ثانية. يا نفسي. قلت يا نفسي بسرعة قوي. بارك يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، ده طبعا مزمور المزامير اللي اتقال فيها الآية دي، مزمور 103 وآية 2. إجابتك صح. تعالوا نسقف جامد جدا. شاطرة جدا، برافو عليك. كان سريع جدا ان إيريني خلصت لنا اول مجموعه من الثلاث مجموعات بتوعها. الايات خلصت، تختار لنا مجموعه ثانيه. نقول بسرعه المجموعات بتاعتنا: جغرافيا وتاريخ، علوم، معلومات عامه، طقس وكتاب مقدس، او شخصيه ومهن. تختاري ايه؟ جغرافيا. جغرافيا او تاريخ، من المواد الجميله دي بحبها انا. سؤال عن الجغرافيا والتاريخ، وسؤالنا بيقول من هو العالم الذي قام بفك رموز حجر رشيد؟ شامبليون، هيرودوت، نابليون. نابليون. متأكدة؟ عايزة تستخدمي، على فكرة عندنا وسائل مساعدة لو خايفة أو مترددة أو مش متأكدة. طبعا وشك كان متردد شوية. عايزة تستعملي وسيلة مساعدة؟ نستعمل وسائل مساعدة، عندنا 4 وسائل المساعدة زي ما قلنا. ممكن نحذف واحدة من الإجابات، ممكن نغير السؤال كله بأكمله، ممكن كمان نتكلم صديق أو نستعين بحد، ممكن نحكم عليكي حكم. تختاري إيه؟ نحذف إجابة. نحذف إجابة من الثلاث إجابات. الثلاث اختيارات اللي عندنا هم شامبليون، هيرودوت، ونابليون. الحقيقة الكمبيوتر حذف لنا هيرودوت. عندنا إجابتين هم شامبليون أو نابليون. واحد منهم هو اللي قام بفك رموز حجر رشيد. برضو لو مترددة ومش متأكدة ممكن نختار برضو وسيلة مساعدة تانية. قلت إيه يا إيريني؟ عايزة تجاوبي ولا عايزة تستني؟ في شامبليون وفي نابليون، واحد منهم اللي فك حجر رشيد. فك حجر، عارفة يعني فك حجر رشيد؟ كان في بعض الرموز هو قدر يفكها ويعرفنا إيه اللي كتب جواها. العلماء اسم عالم، وحد من الناس. انا اخدت العلماء، ما اخدتش اسم عالم. ما خدتيهوش. طب عايزه تغيري السؤال خالص، احنا لسه عندنا وسائل مساعده لو انت حاسه ان السؤال صعب عليكي او ما عداش عليكي. خلينا نختار الاولى. نختار الاولى. نختار الاجابه الاولى هي شامبليون. ماشي. اختارت لنا شامبليون، واضح طبعا إيريني ما كانتش عارفه قوي الاجابه بس قالت تختار. اختارت شامبليون. شامبليون هو العالم اللي قام بفك رموز حجر رشيد. الحقيقه الاجابه دي اجابه صح جدا. تعالوا نسمع قوي يا ريم.
ونبارك لها على الاختيار بتاعها. بشكرك جدا. أسئلة في الجغرافيا والتاريخ جاوبت لنا الإجابة الأولى إريني، لكن السؤال الثاني لسه ما سألناهوش. تعالي نشوف سؤالك الثاني في الجغرافيا والتاريخ هيكون إيه. السؤال الثاني بيقول: أين يوجد تمثال الحرية؟ الولايات المتحدة الأمريكية ولا في النمسا ولا في دولة أستراليا؟ 30 ثانية. تمثال الحرية، عارفين تمثال الحرية؟ مش عارفة تمثال الحرية. طب خلاص لو مش عارفة احنا عندنا برضو لسه وسائل مساعدة ممكن نسند عليها كده ونستعين بيها. تحبي ندخل على وسائل المساعدة ولا تحبي نخمن إجابة السؤال زي ما انت عايز؟ ندخل على سؤال جديد. نعمل سؤال جديد. السؤال تاني. تمثال الحرية موجود فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية ولا النمسا ولا أستراليا؟ أستراليا. أستراليا. مش عايزة تستعين بوسائل المساعدة يا إريني؟ بابا نويل اختارت لنا أستراليا. الحقيقة أستراليا إجابة مش مظبوطة. تمثال الحرية موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. تعالوا نسقف قوي يا إريني ونشجعها. معلش أشكرك جدا جدا يا إريني. بسرعة ارجعي مكانك تاني. احنا عرفنا الإجابة الصح. لو حد ما كانش يعرف تمثال الحرية من الرموز اللي موجودة في أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية. معلش هارد لك لإريني. معلش حلو، معلومات جميلة بنعرفها حتى لو غلطنا شوية تالي عمرنا ما بنخسر أو بنغلط فيها تاني. عندنا فرصة تاني لحد تاني يتسابق معانا يا بابا نويل. فعلا في تاني؟ طبعا في أيوة فرصة. يلا بينا نتسابق. في ناس كتير عايز تسابق وما تنسانيش لو ينفع. لا لا هنتسابق معاك. اسمك موجود؟ اسمك موجود جوه على فكرة يا بابا نويل. تعالى ناخد متسابق جديد يا بابا نويل. عندنا افرايم ميلاد. تعالوا نسقف قوي 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 لافرايم ونشجعه جدا ونحييه معانا جبته برضه. افرايم شيكو مدي نجوم لكل اصحابنا ولسه محتفظين بيها. شيكو اهلا بيك يا افرايم. عرفنا بنفسك كده، قول لنا عندك كام سنه وفي سنه كام؟ انا عندي 11 سنه وفي سنه 6. سنه 6 حلو، يعني خدنا حاجات كتير في المدرسه، خدنا معلومات كتير بقى، معلومات عامه، عندنا معلومات عامه كمان. حلو خالص. احنا مجموعاتنا كتير يا افرايم زي ما انت عارف. عندنا 6 مجموعات من الاسئله. عارف هما ايه؟ ايات جغرافيا وتاريخ، اسئله في العلوم، اسئله في المعلومات العامه، او اسئله في الطقس والكتاب المقدس، او شخصيات ومهن. هتختار لنا مجموعه ايه؟ ايات. ايات. بسرعه نروح في مجموعه الايات مع افرايم. المجموعه الاولى اختارها لي، عندنا فيها سؤالين. السؤال الاول بيقول: بركه الرب هي تغني تزيد فرحة ولا يزيد معها تعب. الآية مرة تانية بتقول: بركة الرب هي تغني تزيد فرحة ولا يزيد معها تعب. آية موجودة في أمثال. تحب نختار إجابة نخمنها لو شكلنا مش عارفين ولا نروح لوسائل المساعدة؟ نروح لوسائل المساعدة. برافو عليك، أشكرك إن أنت بسرعة نستعمل وسائل المساعدة اللي بتساعدنا ازاي نتخطى السؤال ده. وسائل المساعده بتاعتنا هي ان احنا نحذف اجابه من الاجابات اللي عندنا، او نغير السؤال خالص، او نستعين او نتصل بحد من الاصدقاء، او نحكم عليك حكم. تختار ايه؟ نتصل بحد من الاصدقاء. نتصل حد من اصدقاء. نتصل بمين يا افرايم؟ نتصل بمين؟ مامتي. مامتك. يلا بسرعه نكلم مامة افرايم. الو. ايوه اهلا بحضرتك مامة افرايم. تمام، ازيك يا انكل مايك؟ اهلا بحضرتك. الحقيقه افرايم بيتسابق معانا زي ما حضرتك عارفه، اكيد انت مستعده عشان احنا واخدين نمرتك نتصل بيكي في حاله ان افرايم استعمل وسيله المساعده انه يكلم مامته. الحقيقه هو فعلا اختار يكلم حضرتك دلوقتي. والسؤال بتاعنا كان بيقول، الحقيقه سؤال في الايات بيقول: بركه الرب هي نقط ولا يزيد معها تعب. بركه الرب هي تغني ولا تزيد ولا فرحه؟ 30 ثانيه من السؤال، اتفضلي. هي تغني. بركة الرب هي تغني. حضرتك قلت لنا تغني، بشكرك جدا، ميرسي خالص لحضرتك، اتفضلي. افرايم ماما قالت تغني، بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. موافق؟ موافق. موافق. خدنا تغني وإجابة تغني طبعا إجابة صح. تعالوا نسقف جامد قوي لافرايم ونحييه جدا هو ومامته، بشكرك. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب، موجودة في أمثال 10 وآية 22. بشكرك يا إفرايم وهنكمل معاك أسئلتنا. الحقيقة لسه عندنا آية تانية، والآية بتقول: افرحوا في نقط كل حين، افرحوا في الإله، افرحوا في الرب، افرحوا في الآب. افرحوا في الرب. افرحوا في الرب كل حين. افرحوا في الرب كل حين، طبعا اجابه مظبوطه. تعالوا نسقف جامد قوي قوي يا افرايم، اجابه مظبوطه، شاطر.
ميري كريسمس. فيليبي 4-4 من الآيات الرائعة جدا اللي تتكلم عن فرح كده، دايما نكون فرحانين في ربنا ويقول أيضا افرح. وبشكرك قوي يا إفرايم. إفرايم خلصنا المجموعة الثانية معاك وهي مجموعة الآيات، بشكرك جدا نجحت معانا في المجموعة دي. تختار مجموعة جديدة، تختار إيه؟ جغرافيا وتاريخ، علوم، معلومات عامة، طقس وكتاب مقدس، شخصيات أو مهن، تختار إيه؟ طقس. طقس حلو خالص. سؤالنا في الطقس أو الكتاب المقدس، والسؤال بتاعنا بيقول لما دعا هيرودس المجوس سرا تحقق منهم شكل النجم الذي رأوه ولا عدد النجوم ولا زمان النجم الذي ظهر. سؤال تاني بيقول، خلي بالك وركز كويس قوي، السؤال بيقول لما دعا هيرودس المجوس لما جابهم كده في السر اتحقق منهم عن ايه؟ عن شكل النجم الذي رأوه عشان شكله، ولا عدده عدد النجوم اللي شافوها، ولا زمان النجم الذي ظهر؟ زمانه امتى؟ شكله. متأكد؟ ها مش عايز نختار اجابات او وسائل مساعدة؟ ها يا إفرايم مش عايز؟ اكيد يعني متأكد قوي من اجابتك؟ متأكد من اجابته. رفض وسائل مساعدة إفرايم وقال أنا عايز أجاوب السؤال، والسؤال كان بيقول عن اللي تحقق عنه هيرودس، قال كده أنه هو تحقق عن شكل النجم الذي رأوه الحقيقة، وهو تحقق عن زمان النجم الذي ظهر، التوقيت بتاعه، كان عايز يعرف المسيح أو الشخص المولود ده اتولد إمتى اللي هو هيكون ملك زي ما قالوا المجوس. للأسف هارد لك ليك يا إفرايم، عايز تقفله جامد قوي 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 حقيقي. بشكرك مرة تانية جدا يا إفرايم، يلا بسرعة ارجع مكانك مرة تانية. بص بقى يا صديقي يا جميل، محضر لك مفاجأة جميلة جدا. محضر لي إيه بقى يا بابا نويل؟ موهبة حلوة قوي قوي هتعجبك جدا جدا. أنا بحب المواهب قوي يا بابا نويل، شفت الصور اللي شفناها عن المواهب دي؟ عندنا إيه موهبة جديدة النهاردة؟ عايز كده تسمع؟ عايز أسمع. عايز نطلع حد من أصحابنا؟ سلك ودنا؟ أيوة يلا بينا. هي اسمها أو اسمه إليانا تامر، سقفة كبيرة قوي قوي إليانا. اتفضلي يا صديقي. اتفضلي يا إليانا، يلا عرفينا بنفسك، اتفضلي. أنا اسمي إليانا تامر وهرنم. ترنمي ترنيمة اسمها إيه؟ زغسولية باكر. واو، ومين علمها لك؟ ماما. واو شكرا يا ماما. ممكن تتفضلي يا صديقتي. نسجد لاسم الثالوث الرب الإله العظيم الواحد في الله المثلث في الأقانيم، السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسناء، السلام للسمائيين في بادئ النهار، ملائكة وقديسين وصفوف الأبرار، السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مباشر العذراء، السلام للشاروبيم، السلام للصرافيم والأربع والعشرين قسيسا بالتعظيم، السلام ليوحنا الصابغ والشهيد، شهد لك المسيح كأعظم المواليد، السلام للاثنى عشر رسولا مختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الامين، السلام لمريم مرقص مبدد اوثان، السلام للانجيل المباشرين بالايمان. ما
بشكرك قوي، تعالي سقف جامد قوي 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 قوي. كبيرة جدا. بشكرك قوي يا إليانا، أمورة وشطورة وحلوة خالص البنات اللي بتحفظ ألحان دي وتسبحها يا بابا نويل. في وقت تاني معانا؟ يا بابا نويل الحقيقة دايماً حلقتنا بتخلص بسرعة كده، بناخدها بسرعة في مواهب كتير وفي أسئلة ومسابقات زي ما دايماً بيحصل. أيوه. والوقت بيجري كده بسرعة. بس إحنا بنفرح جداً بالحلقات بتاعتنا، والحقيقة النهاردة حاولنا كمان نفرح ونبسط صحابنا شيكو اللي كان معانا كمان في أول حلقة، وإدى نجوم لكل أصحابنا، كله ماسك نجومه، كله ماسك النجوم يفعل فوق. حلقة جميلة وفرحنا فيها جدا، يا رب كل كمان اتفرجوا علينا النهارده يكونوا فرحوا وانبسطوا زي ما احنا انبسطنا في الاستوديو ولعبنا مع شيكو وحكينا قصص جميلة مع بابا نويل. هنشوفهم في حلقة جديدة مع بعد ما بابا نويل كده يدينا البونبوني ويفرحنا، ونشوفكم في حلقة جاية جديدة مع بابا نويل في الكريسماس. باي باي.